السلام عليكم. الليلة اليوم الثالث في برنامج لينك التدريبي مع وحدة البنوك والتمويل مع الدكتور بدر الدين الضاوي. هو خبير ومستشار ومتدرب متمرس في تمويل التجارة، يتمتع بخبرة تزيد عن 27 عام في مجال التمويل التجاري، المؤسس المشارك والعضو المنتدب لشركة وي جرو كونسلتنسي اند تريننج. أثر عمله الاستشاري منظمات مثل دال الغذائية، سوداتيل، كوفتي وغيرها. حاصل على ماجستير في اقتصاد الشبكات من جامعة كاتوليكا في بياتشينزا إيطاليا، وزمالة الاعتمادات المستندية المرموقة في لندن، ودبلوم الدراسات العليا في الإدارة من معهد ميرشوس في سنغافورة. مدرب متخصص في دورات أخصائي الاعتماد المستند المعتمد ومهارات التفاوض لأكثر من عقد ونصف من الزمن. السلام عليكم دكتور الضاوي، ممكن تتفضل. ممكن توجه للسكرين شيرينج ولا طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، الحقيقة أنا سعيد جدا بالمشاركة في هذا العمل القيم الجميل. حقيقة أتى بظروف صعبة جدا، الكل يعلمها يعني، ونحن يعني كلنا محتاجين أن نقف مع بعض، نساعد بعض و نتبادل مع بعض المعرفة والخبرات وكل القدرات والإمكانيات اللي عندنا عشان على الأقل نتجاوز هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا، وإن شاء الله ربنا يصلح الحال. الموضوع من المواضيع المطروقة والشيقة جدا جدا عن مهارات العمل إذا كانت مكتسبة من خلال التعليم الجامعي أو المطلوبة من سوق العمل. حقيقة هذا السؤال ظل أنا شخصيا يعني في المجال بتاع التدريب يلاقيني كثير من الخريجين، يعني دائما بلقوا حتى الناس الشغالين ذاتهم يعني يمكن بعد سنين طويلة حتى يصلوا للهدف بتاعهم، أنه يأتوا مهارة يعني يقوموا بتطويرها. وأنا أفتكر دي خطوة منكم بارعة جدا وجبارة، أنكم من وقت مبكر عاوزين تتناول هذا الموضوع، وبالتالي يكون لكم بعدين معين في حياتكم العملية أو مستقبلكم. أشكر المنظمين لهذا الحدث، وكذلك أشكر كل الحضور، وأشكر القائمين الأمر السودانيز ريسيرشرز. حقيقة أنا من الناس المتابعين للصفحة ونشاطها، وشيء جميل ومشرف أن السودانيين يعني هنا بالذات في السودان ما مهتمين بالجانب بتاع الريسيرش، يعني وده من الحاجات المهمة جدا في تطور أي بلد أو تطور أي إنسان. طيب الليلة أنا هحاول أغطي على قدر الإمكان أكبر مساحة من فيما يتعلق بموضوع المهارات المطلوبة لسوق العمل في مجال البنوك والتمويل، ودي من الأريس اللي فيها زي ما يقولوا ريجوليشنز عالية، أو فيها ضوابط وقوانين ونظم عالية جدا جدا، هي نفسها اللي بتشكل المهارات المطلوبة لأداء المهام في والوظائف في هذه المؤسسات، إذا كان بنوك ولا شركات، كل ما يتعلق بمجال المال. طيب هنتكلم عن عدد من المحاور، أو حين نتكلم عن المهارات أو المهارات المطلوبة في سوق العمل in general، وكذلك نعرف الجاب أو الفجوة، وكذلك نتكلم عن المؤسسات المالية من حيث الهيكل الاداري بتاعها والسياسات والنظم اللي بتحكمها، لانه ده المطلوب منك او ده الشيء اللي ما بتلقاه في الجامعه، انه كيف تتعامل مع هذه النظم والقوانين والهياكل الاداريه بتاعت المؤسسات الماليه. ده واحد من الاسباب الكبيره بتخلق الجاب للزول المتخرج الجديد. ده هنتكلم عن المسارات الوظيفيه في المؤسسات الماليه والبنوك، وهنتكلم عن عدد من الوظائف، هنستعرض وظائف يعني بالتفصيل إن شاء الله،
وهنتكلم بعد ذلك عن المهارات المطلوبة لهذه الوظائف، وكذلك هنتكلم عن الشهادات المهنية اللي بتقلل من الجاب أو ممكن تكفي الجاب نهائيا فيما يتعلق بالمطلوب من المهارات لهذه الوظائف، ونتكلم عن شهادات الفوائد بتاع الشهادات المهنية الممكن يعني تكتسبها من خلال هذه الشهادات، وبعدين نتكلم عن سوق العمل داخل السودان وخارج السودان وشنو هو الحوجة الموجودة فيه، ونتكلم عن بعض البرامج المساعدة أو تطبيقات المساعدة ظهرت جديدة في هذه الفترة أو في جزء منها قديم لكن still very important أو مهم جدا جدا، وبعدين نفتح الباب للأسئلة والأجوبة. طيب نحن موضوعنا اللي هو المهارات المطلوبة للعمل في مجال البنوك والتمويل. أنا ما أعرف الاسكرين واضحة يا جماعة؟ كل شيء واضح عندكم؟ الصوت واضح؟ نعم، واضح. طيب هنتكلم عن طبيعة العمل في مجال البنوك والتمويل والفجوة والمهارات المطلوبة والفجوة بينه وبين المهارات المكتسبة في الجامعات. ونشوف شنو طبيعة العمل في مجال البنوك والتمويل. أول حاجة السياسات والاقتصادية والنظم وتأثير على موضوع المهارات المطلوبة لأداء المهام في هذه المؤسسات. أول حاجة البنوك وحتى الشركات المالية من الجهات اللي فيها نظم وضوابط عالية جدا جدا، وبالتالي النظم والضوابط دي أحيانا خلقت وظائف وأدت مهام معينة، وبالتالي المهام دي تتطلب مهارات معينة، وكذلك هنتعرض لها قدام بالتفصيل يعني عن هذه الهيكل الإدارية وكذلك شنو الوظائف المطلوبة في هذه الهيكل الإدارية. طبعا على سبيل المثال من السياسات اللي بتشكل أهمية بالنسبة كيف نكون مهارات يعني عشان نقدر نقوم بها، اللي هي زي السياسة النقدية. السياسة النقدية تفرض عليك أنت تلتزم بضوابط معينة لها علاقة بمهاراتك الشخصية، اللي هي فيما يتعلق أن يكون عندك analytical mind، يعني أن يكون عقل تحليلي، أنك تقدر تطلع نتائج معينة تاخذ موجبة قرارات في السياسة النقدية للمؤسسة اللي أنت شغال فيها. التنظيم المالي أو النظم المالية لها علاقة بالتمويل أو لها علاقة بإدارة المحافظ التمويلية أو لها علاقة بالخدمات المقدمة في مجال التمويل مثل الاعتمادات ومثل القروض وهكذا. وكذلك أي مؤسسة عندها سياسة الاستقرار بتاعها من ناحية اقتصادية، أنه في إدارة للسيولة وإدارة للموارد بتاعتها المالية بطريقة تكون جيدة. دكتور، معلش على المقاطعة، بس لو ممكن السكرين تبقى أوسع لأنه الظاهرة صغيرة شوية. اوكي جدا. هو لما عملنا تست للشير في البداية كانت واسعة، يعني أوضح من كده. إذا كيف بس أيوة، بس بالضبط. شكرا. طيب بعد السياسة نجي للحوكمة أو النظم أو التقسيم الإداري للمؤسسات المالية وخاصة البنوك. البنوك في حاجة اسمها ضوابط الحوكمة الإدارية، دي بتجي من المشرع أو الجهات التشريعية زي البنك المركزي.
انه في ثلاثه خطوط حددتها الجهات التشريعيه من ضمن البنك المركزي، انه لازم اي بنك يكون عنده فيها تقسيم مماثل، يعني دي حاجه اجباريه. انه في الادارات التشغيليه اللي هو ده بيسموهم الخط الامامي، اللي هو دوله علاقه بخدمات الجمهور، يعني من اداره العلاقات مع المؤسسات التجاريه، تقديم الخدمات في مجال القروض والتمويل، اداره الاي تي، اداره شؤون الافراد، دي كلها من الاقسام اللي تعتبر في الادارات التشغيليه. اداره المخاطر والانتسال اللي هو ده اداره الالتزام واداره المخاطر، دي مهمتهم انه يضبطوا الاداء بتاع البنك يكون موافق للضوابط والسياسات اللي اتكلمنا عنها. اخر حاجه التدقيق الداخلي والمراجعه، ودول القسمين بيراجعوا على العمل اليومي وبيأكدوا انه كل النظم والضابط تم مراعاتها في تنفيذ عمليات البنك او المؤسسه. طيب البنوك هي عباره عن شنو؟ عباره عن اجهزه او مؤسسات تقوم بقبول الودائع وتقديم القروض، يعني دورها انها توظف الاموال اذا كان اموال المساهمين او المؤسسين للبنك او اموال المودعين. وبالتالي ده برضه بيفرز لنا اهميه ثانيه لها علاقه بالمهارات بتاعتنا، يعني انت ادائك في المؤسسه مربوط بالوظيفه بتاعت البنك نفسها المهمه، انت دورك شنو؟ انك تقدر توظف الموارد الموجوده في البنك، وبالتالي مطلوب منك مهارات معينه هتكلم عنها كل ما نجي لتفاصيل الاقسام او المسارات الوظيفيه للمؤسسه الماليه او البنك. طيب المسارات الوظيفيه لخريجي الاقتصاد والعلوم الاداريه، طبعا في مسارات كثيره داخل البنك وتخصصات كثيره داخل البنك او المؤسسه الماليه، لكن احنا هنتكلم عن خريج كليه الاقتصاد والعلوم الاداريه فقط. من ضمن المجالات المتاحه لك كخريج انك تشتغل في اداره التسويق والمبيعات، ده واحده من الادارات الحديثه في البنوك، ما كان زمان موجوده بالشكل، كان زمان في علاقات العملاء او علاقات عامه، لكن الان بقى في بحوث وتسويق ودعايه واعلان وتطوير منتجات كمان. يعني في انشطه كثيره جدا جدا دخلت في المجال المصرفي، خاصه بعد التطور في مجال الديجيتال برودكتس، بالتالي في منتجات على طول الناس بيحاولوا يقدموها او يبتكروها، ولازم البنك لو مبتكر وما قدم منتجات جديده ما يقدر يستمر في المنافسه. بالتالي دي واحده من الارياس اللي ممكن يشتغل فيها الخريج بتاع كليه الاقتصاد والعلوم الاداريه. ايضا يشتغلوا في الاداره الماليه كمراقبين ماليين او محللين ماليين او مدراء اذا لمحافظ استثماريه، ايضا دي من المجالات المتاحه لخريج الاقتصاد والعلوم الاداريه. ايضا ممكن يشتغل في اداره التخطيط ومثل مدير الخدمات العامه، المشرفين الاداريين والاخصائيين التطوير الاداري، وده في الجانب الاداري اللي هو يكونوا مانجرز، يعني يكونوا في الادارات بصفه مدير يستطيع انه يضع خطط استراتيجيه وينفذ المهام الموكله اليه. ايضا ممكن يشتغل في الموارد البشريه، واحد من الادارات المهمه جدا جدا في اي مؤسسه. الموارد البشريه بقت ادارات ما زي زمان يعني معتمده على زي ما يقولوا فقط على القوانين المحليه والاجراءات المحليه او الشهادات، بقت عندها شهادات عالميه، عندها زمالات، يعني بقى عمل ذاته جواه وفي فروع داخله، يعني في التالنت اند ديفلوبمنت اللي هو صناعه الكوادر نفسها او تطوير القدرات بتاعتها، وكمان في قسم التوظيف كيف تختار موظفين بكومبتنسيز او بقدرات ومهارات معينه، في قسم التخطيط الوظيفي، في اقسام كثيره ما بقت ما عادت زي زمان كان جس اداره بتاعت تدفع مرتبات وتدفع مصاريف العلاج والحاجات دي، هي بقت اداره مهمه جدا جدا تقدم خدمه كبيره للمؤسسات الادارات الثانيه في البنك. ايضا اداره الشؤون الاداريه ممكن الناس تشتغل برضه في قسم المشتريات او العقود او اداره المرافق، دي كلها برضه ادارات مهمه جدا داخل البنك. واخر حاجه اتكلم عن قسم التمويل والتامين، وحتى في شركات الطيران برضه، انا طبعا اتكلم عن بنوك وشركات طيران وتامين، وممكن يكون شركات خاصه برضه. اذا برضه في التمويل والاستثمار مجال مهم جدا وكبير لخريجي الاقتصاد والعلوم الاداريه.
طيب ده المسار الوظيفي بطريقة عامة، أو تكلمنا عن هاي ليفل، هنتكلم عن تفاصيل الإدارات اللي تكلمنا عنها قبل شوية دي، عن تفاصيل أكثر عن الوظائف أو الأدوار داخل المسارات الوظيفية تكلمنا عنها دي. طيب نتناول في الأول البنوك، وفي الأول في البنوك أنا طبعا بديت بقسم التدريب، وده انحياز تام مني لقسم التدريب لأنه مجهول أو مهمل أو ما من ادارات الناس بده اولويه، رغم انه خارج السودان لقيناه من الادارات اللي بده اولويه كبيره، سم تايمز بكون حتى خارج اطار اداره الموارد البشريه بكون اداره كامله قائمه بذاتها اللي هي قسم الليرنينج اند ديفلوبمنت او التدريب والتطوير. طيب التدريب قسم التدريب برضه بقى من المجالات اللي ممكن تكون الليله مرقوبه في السوق، الوظائف بتاعتها مرغوبه في السوق بصفه كبيره جدا جدا. الليله بيبقى في ناس متخصصين في الهيد هانتنج، او يعني اصطياد الناس اللي عندهم كفاءات عاليه او نادره، وكذلك في كيفيه اختيار الكادر الجيد ذاته بيبقى تخصص يعني. بالتالي يركز التدريب على تعزيز مهارات العاملين، وكذلك تخطيط الدورات التدريبيه نفسها عشان تكون دوره تدريبيه مفيده للمؤسسه، محتاج الى زول برضه متخصص في مجال التدريب، وبالتالي يختار وينتقي الكورسات التي يعني تفيد العاملين بالمؤسسه، وكذلك تخليهم يتطوروا تطور افقي وراسي. التدريب ما حاجه عشوائيه انك اي كورس يدوك له تمشي له، لا، في كورس بينمي قدراتك الذاتيه الموجوده وبيخليك تنمو زي ما يقولوا راسيا في نفس اللاين بتاعك، او ينمو اليك المجالات حقتك او الفيلز حقتك، ممكن في فيلز ثانيه ريليفنت انت شغال في مثلا في الاداره بتاعت خدمات العملاء، من خدمات العملاء او اداره المؤسسات الماليه الكبيره، ممكن تمشي لقسم التريد فاينانس اللي هو تمويل التجاره الخارجيه، او تمشي لقسم التمويل اللي هو الكريدتس، او تمشي لقسم الفاينانشال انستتيوشنز اللي هو المؤسسات الماليه، وهكذا. يعني انت لازم يكون عندك عدد من المسارات الوظيفية عشان تنمو، والبنك كل ما يحتاج لك في أي واحدة من ديل تكون في موظفين جاهزين يعني. بالتالي الدور بتاع التدريب مهم جدا في أي مؤسسة كوظيفة. الناس المفروض تمشي لها، ما يمشي لها الناس الملاقين وظائف، لا، يمشي لها الناس انتنشن يعني، يمشي لها قصد. في ناس كتار جدا أنا بعرف ناس يعني تركوا الطب واشتغلوا في مجال الاتش ار لأنه حبوا مجال الاتش ار. القسم الثاني ممكن برضو يكون متاح لخريج كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية العمليات المصرفية، وده بيختص بتنفيذ المعاملات اليومية اللي لها علاقة بالمقاصة اللي هو الإيداع الشيكات المسحوبة على بنوك أخرى، وكذلك السحوبات النقدية والإيداع النقدي والمعاملات بتاعت التمويل بالعملة المحلية. طبعا البنوك يا جماعة عندها هياكل معينة، نحن في السودان ما زلنا عندنا تأرجح بين النمط القديم والنمط الحديث، لكن الناس كلهم ماشيين على النمط الحديث اللي هو البنك بيقسم إلى كوربريت وريتيل، يعني إلى إدارة مؤسسات، تمويل مؤسسات وتمويل أفراد وخدمات عملاء. ما في الأقسام القديمة الناس شغالين بها، ما زال شغالين بها حسابات جارية وما أعرف الفروع ذاتها بيجي ما عندها دور، دورها بيجي تسويقي وترويجي اكثر، واللي هو اداره فروع وادارة حسابات عامه وقسم استثمار وقسم اعتمادات، ده كله الناس لو بيجوا يتكلموا عن كوربريت، يتكلموا عن ريتيل، يتكلموا عن كاستمر سيرفيس، يتكلموا عن اوبريشن. الاوبريشن ده الباك اوفيس لكل ديل، يعني قسم العمليات ده بنفذ المعاملات داخل البنك. الاقسام الفرونت لاين او الخط الامامي اللي هم قسم التمويل الافراد وتمويل الشركات وخدمات العملاء. طيب ايضا قسم العمليات التمويل التجاره الخارجيه، وده واحد من الاقسام المهمه جدا بتلعب دور كبير في البنك، اللي هو بيقوم بالمعاملات الخاصه بالاعتمادات المستنديه والتحصيلات المستنديه، لو سموه زمان سموه قسم النقد الاجنبي، يعني كل المعاملات بالعمله الاجنبيه، تحاويل خارجية واردة وصادرة، وكذلك اعتمادات وكل عمليات التجارة الخارجية بتتم في قسم العمليات التمويل الخارجي. ده برضو مجال حي جدا ممكن الناس تتنافس فيه.
ايضا خدمات العملاء، وده يعني باستقبال العملاء وتقديم الخدمات المصرفيه لهم، اللي هو من ضمنها طباعه دفتر شيكات، معرفه استفسارات عن الحسابات، اللي هو طباعه كشف الحساب، تغيير المعرفه الباسورد، اشياء لها علاقه مباشره بالعملاء كافراد يعني. كذلك قسم الائتمان، وده يعني برضه قسم مهم جدا جدا، ده بيقدم السلفيات والقروض والتمويل، لان احنا عندنا تمويل بيتم من النظام الاسلامي، اللي هو مرابحات مشاركات ولا مضاربات وكل الكلام ده، اللي هو له علاقه بتمويل المؤسسات ولا الافراد يعني. برضه ده من الاقسام المهمه، ممكن برضه يكون فرص، في فرص كبيره لخريجي كليه الاقتصاد. ايضا تمويل الشركات، وده من الاقسام اللي تعتبر حديثه، اللي هو ده الكوربريت بانكينج، اللي هو ده لما الكاستمر، اللي هو الكاستمر بيقسم لنوعين، اما عميل اللي هو افراد، او اللي هم بسموهم الريتيل، او الشركات الكبيره. الشركات الكبيره دي عندهم اكاونت مانجرز، او ناس مدير علاقات او مدير حسابات للشركات دي، بيكون في شخص واحد مسؤول من شركات معينه، وبالتالي الشركه بتقوم بتقدم كل الطلبات عبر هذا الموظف، وهو منوب عنها في تقديم الطلبات دي للاداره جوا، يعني وتابع لها الابروفلز، التصديقات، وحتى التنفيذ، وكل المعاملات داخل المؤسسه بيقوم بها واحد من ضباط العلاقات، ضباط علاقات الشركات الكبيره. وبالتالي دي برضو واحده من الارياس اللي فيها يعني طلب عالي جدا للناس، لانه بتتطلب مهارات عاليه، تتطلب مهارات عاليه جدا جدا، والشغل برضه فيها تنافس عالي، وفيه جوانب بتاعت ممتعه برضه، لانه متنوع. هنا شغل متنوع، انت تستلم طلب بتاع تمويل، او طلب بتاع تحويل، او طلب بتاع اعتماد، او طلب بتاع اخذ ضمان، او سحب نقدي، كل الكلام ده بيتم عبر هذا الموظف في قسم تمويل الشركات. ايضا قسم الالتزام، ده واحد من الاقسام الفرضتها الحوكمه، يعني ده قسم اجباري في كل مؤسسه ماليه او صرافه. قسم الالتزام هو مهمته انه يضمن انه البنك وكل المعاملات حقته تسير وفق الضوابط والنظم المعمول بها، خاصه نظم مكافحه غسيل الاموال وتمويل الارهاب. وده بقى من المخاطر الكبيره، على التشغيله الكبيره على البنك، لانه بموجبه اي مخالفات ممكن تؤدي الى غرامات ماليه كبيره جدا جدا. وفي بنوك كثيره تغرمت، من اشهرهم يعني بنك بي ان بي باريبا، بنك فرنسي، اتغرم 19 مليار، سوري 9 مليار دولار لمخالفات ماليه، يعني في يعني ما وفوا التزامه او ما وفوا ضوابط الالتزام. بالتالي القسم ده مهم جدا جدا في أن يحمي البنك من المخالفات والغرامات المالية. قسم المخاطر، وهو ضوء قسم شبيه بقسم الالتزام، لكن ده بيتكلم عن مخاطر التشغيل، أو مخاطر التمويل، أو مخاطر السيولة. يعني ده بيكون برو أكتيف، يعني قسم بيكون بوجه، أول حاجة بضمن أنه في سياسات بتضبط الإجراءات داخل البنك، وبتقلل من المخاطر بتاعت العمليات في التشغيليه، ولا عمليات السيوله، او المخاطر بتاعت الائتمان. يعني ديل دورهم انه يضعوا السياسات والنظم داخل البنك، ويتابعوها ويراجعوها، ويتاكدوا انها فعاله، انها بتوفر حمايه للبنك من المخاطر المحيطه بالعمليات المصرفيه. ايضا قسم الشؤون الاداريه، واحد من الاقسام برضه بيتكلمنا عنه جنرال، الشؤون الاداريه في البنوك هي مهمتها انها توفر كل اللوجيستكس، يعني كل المعينات للاقسام الثانيه، اذا كان في مجال الاي تي، او في مجال خدمات العملاء، او حتى تهيئه البيئه العمل ان جنرال، يعني بناء من ضمنها تصميم الفروع، ومدها بال الاساسات، وخلق البيئه الجذابه الجيده، اذا كان للموظفين او للعملاء، دور مهم جدا جدا في المرحله الاخيره برضو.
بالتالي وبعدين اداره هذه المرافق بعد ما ينشئوا المؤسسات، ينشئوا الفروع او الادارات، اداره كمان يكون اهتم بشنو؟ باداره هذه المرافق، برضه دور كبير. قسم شؤون الافراد، وده ايضا من الاقسام المهمه، دوره توظيف واختيار الكوادر الجيده ووضع سياسات، حتى السياسات اللي بتحافظ على الكوادر الجيده وكذلك تضمن تقديم شروط مغرية لهم، وكذلك قياس الأداء للموظفين ومتابعة أدائهم ومن ثم تطويره. دور مهم جدا جدا أصبح بقى في كل المؤسسات المالية. قسم تمويل الشركات، وده مقصود به اللي هو قسم المؤسسات المالية وليس تمويل الشركات، قسم المؤسسات المالية، وده بيتعامل مع البنوك المراسلة اللي هي بيتعامل مع البنك خارج البلد، أو إذا كان في السودان نتكلم عن البنوك خارج السودان، يعني اللي هو في دائما أي بنك عنده شبكة بتاعت مراسلين أو شبكة بتاعت بنوك بيتعامل معاها، عبرها بيقوم بتنفيذ عملياته إذا كان استيراد ولا تصدير أو استقبال تحاويل أو إرسال تحاويل عبر هذه الشبكة بتاعت البنوك اللي بيتعامل معاها. بالتالي أيضا في إدارة داخل البنك بتقوم بالدور ده بإنشاء العلاقة وإدارة العلاقة وكذلك فتح الحسابات هناك وإدارة هذه الحسابات. برضو فيها فرص جيدة جدا للخريجين. قسم الخزانة، وليس الخزينة، الخزانة مقصود بها أنه دي الناس اللي بيديروا الأرصدة وبتحكم في سيولة البنك اللي هي من العملات الأجنبية. وبالتالي إذا كان في نقص في الموارد الماليه او في السيوله لازم يكون عندهم بدائل، يعني من وين يقطعوا النقص ده يكونوا عارفين، يعني مش يقترضوا من حته معينه او يكونوا عندهم اصول مثلا ودائع يسيلوها او يخشوا في اتفاقيات، يعني يجدوا التزاماتهم لازم يكون شنو يوفوا بها في مواعيدها، او اذا كان في سيربلس او في فائض في السيوله بتاعت البنك، بالتالي لازم كمان يتم توظيف الفائض بطريقه تكون مفيدة للبنك أو المؤسسة المالية. وكذلك هم يديروا مخاطر السيولة من حيث مخاطر سعر الصرف، يعني برضو هم لازم يهتموا بجانب المخاطر اللي لها علاقة بسعر صرف العملات، لأنه وجود واحدة من الحاجات الخطرة جدا ممكن تسبب خسائر كبيرة للمؤسسة المالية. أيضا التسويق وتطوير المنتجات زي ما قلت قبل، أنه ضمن الأقسام الحديثة وأصبح أنه في خدمات مالية كثيرة بيتم ابتكارها وتطويرها بواسطة هذه الإدارة أو القسم، وبالتالي هم دورهم أنه يصمموا المنتجات خاصة الرقمية ويسوقوها للكاستمرز بتاعينه. طيب ده كل ما يختص بالبنوك، كذلك الشركات ايضا خريجي الاقتصاد والعلوم الاداريه عندهم فرصه يشتغلوا في الشركات، بالمناسبه الشركات برضه في شركات بتدي حتى عروض يعني اجود من حتى عروض البنوك، وانا شخصيا جربت هذه المساله وكنت في البنك وكنت في عدد في شركتين يعني كانوا كبار، وما كنت حسيت بفرق، يعني انه انا في الاثنين كنت بأدي عمل انا واستمتع به جدا، وفي نفس الوقت المقابل المادي يمكن في الشركات اكبر من المقابل المادي حتى في البنوك. الشركات برضه ممكن تشتغل في قسم التدريب، تكلمنا عن التدريب، او في قسم الاداره، والاداره برضه في الشركات يمكن تكون فيها نطاق اوسع، لانه الاداره المدير هناك بيكون عنده صلاحيات اكبر من المدير في البنك، البنك كله عنده اختصاصه، لكن في شركه ما في اختصاصات يعني بالدقه بتاعت البنوك، يعني صلاحيات بتمتد انت من الاداره بتاعت الشركه او اصحاب الشركه والمالكين للشركه. ايضا الاداره الماليه واحده من الادارات المهمه جدا جدا اللي هي بتخطط التخطيط الاستراتيجي للشركه كلها وتكون مسؤوله من كل الموارد الماليه بتاعتها وتوظيفها، برضو ده مجال مهم وحيوي للخريجين كليه الاقتصاد. برضو نكرر ثاني برضو الموارد البشريه في الشركات برضو من الادارات المهمه، ممكن تكون مجال مغري برضو. إدارة المشتريات، ودي عشوائية في البنوك ما بالحجم بتاع الشركات، خاصة لو أنت بتتعامل مع شركة تجارية مثلا بتشتري
سلع معينه، اما اذا كان بغرض البيع للمستهلك المحلي، او تشتري منتجات او سلع بغرض التصدير. وده كله مجال يعني ضخم جدا جدا، ممكن هنا المشتريات بتلعب دور فيه كبير، وانت هنا مطلوب من انك تكون عندك قدرات كثيره لها علاقه بالتخصص اللي انت شغال فيه ذاته. اذا كان مجال المحاصيل مثلا، تعامل في السمسم، تكون عارف كل انواع السمسم، سمسم وطريقه تعبيته وطريقه ترحيله وطريقه تخزينه، وكذلك طريقه تصديره واسعاره اليوميه التتابعه، برضه مجال كبير جدا. ايضا الخدمات برضه لها علاقه بالمشتريات. في احيانا انت ممكن تقدم منتج او تقدم خدمه او تستقبل خدمه. بالتالي ايضا لو اشتغلت في شركات مثلا شركات الاتصالات، تقدم خدمات بتاعت اتصال، برضه فيها مجالات كبيره مغريه. الشركات دي مو فقط شركات تجاريه، برضه شركات الاتصالات من الشركات المتاحه، شركات التامين من الشركات المتاحه، وشركات الصرافه برضه. طيب ايضا اداره الشؤون الاداريه برضه ينطبق على نفس الكلام اللي قلناه في البنك، هي اداره لوجستيه بحته، بتوفر كل الدعم للادارات الاخرى. واداره المشاريع، ودي ما موجوده في البنوك، او في بنوك عندها لكن ما بالحجم بتاع الشركات الخاصه. اذا كان بذات شركات لها علاقه ب مثلا المقاولات، او حتى شركات بتاع التصنيع، من وقت لاخر بيكون في مشاريع. وهنا واحده من الـ الوظائف الممتعه جدا انك تكون مدير لمشروع، وتتابعه من مكان فكره لحد ما بقى مصنع او بقى منتج او بقى مبنى، وبالتالي تكون عندك بصمتك فيه يعني. طيب نجي للفجوه بين المهارات المكتسبه في الجامعه والمطلوبه في سوق العمل. نعرف الفجوه في الاول، انه اللي هو نقص التدريب العملي، اللي هو المناهج الاكاديميه فيها ما بتديك التدريب العملي، جانب بتدي الجانب النظري اكثر من العملي. لما نقول جانب عملي بنقصد به انه بيديك فرصه انك تبني مهاره، مش يدوك نوليدج. يس انت عندك النوليدج وعندك المعرفه، لكن التطبيق في الواقع العملي، ممكن يكون في تطبيق في واقع افتراضي، لكن برضه هو بيديك فرصه تكون يعني بالمستوى بتاع، لانه كل مؤسسه بعدين تشتغل فيها، حتى لو في البنوك كل بنك يختلف عن الثاني، فيه عنده خصوصيته، عنده اسلوبه، عنده شخصيته، بالتالي انت لازم تتعلم الاشياء دي كلها، بالتالي ده ما بيكون متوفر لك في الجامعه. رغم ان انا بتذكر زمان كنا في لما كنا طلاب، كان عندنا حاجه اسمها البنك النموذجي، ونكون فيه بكل الادوار بتاعت داخل البنك، فعلا افادتنا لمدى كبير، لكن ما كفايه انك تديك كل المهارات المطلوبه، لانك انت ما بتحتك بكاستمر حقيقي، ما بتحتك بعمليات حقيقيه. لكن اخذنا الفكره، لكن محتاجين لتدريب يعني متقدم اكثر. بالتالي الجامعات هي بتركز على الجانب النظري، وفي نفس الوقت توقعاتهم لسوق العمل لانه متغير بسرعه، غير واقعيه. ده مش معناه هم ما قادرين يتوقعوا لا بطريقه سليمه، لا ممكن يتوقعوا انه يخرجوا خريج للعمل في وظائف معينه او في مجال معين، لكن هذا الاعداد والمنهج اللي عدوه بلقى بعد شويه سوق العمل حصل فيه تطورات وتغيرات كبيره جدا جدا، خالفت توقعاتهم اللي عملوها قبل فتره زمنيه طويله. لانه يا جماعه المنهج الاكاديمي ما بتتطور كل سنه، يعني ما مستحيل يعني كل سنه الناس يعملوا ادابتيشن او يعملوا تغيير كامل للمنهج مع كل تغيير في السوق يعني. بالتالي ده واقع يعني فرضته علينا طبيعه المؤسسات الاكاديميه نفسها. بالتالي ده واحد من الجابس او الحاجات اللي خلقت الجابس او خلقت الفجوه. طيب شنو الحلول المقترحه؟ طبعا تحديث المناهج، ده الناس بيسعوا قدر ما يقدروا انه لازم المناهج تكون شويه حديثه، لكن ما بتكون بنفس السرعه بتاعت التغيرات الموجوده في سوق العمل، لكن اتليست ما تكون هيستوري، ما تكون حاجه تاريخيه يعني لا تصلح اطلاقا للعمل، خليها تكون قاعده من خلال الناس ممكن يعملوا تطوير للمهارات والقدرات اتليست، لكن لازم تكون مواكبه الى حد ما. وكذلك في جانب عندنا بالذات في السودان،
مهمل شديد، اللي هو المهارات الناعمه او السوفت سكيلز. المهارات الناعمه دي اساس النجاح في العمل، اللي هي دي بتكون شخصيتك. يعني انت الشهاده دي ما بتشتغل بعدين، تشتغل انت قدراتك انك تقدر تقدم الخدمه بطريقه جيده في زمن قصير، باخطاء اقل او اخطاء قليله، وبمظهر جيد واسلوب ايضا ممتاز، يكون جاذب بصبر وبسعه افق وبحكمه، حاجات كثيره نحن محتاج ما بنلقاها، يعني ما تدربنا عليها او حتى ما اخذناها في المنهج بتاع الجامعه. بالتالي هنا ده الدور المطلوب بعد التخرج، انك تبني المهارات دي، وبالتالي عن طريق الشراكات بين الجامعات والمؤسسات، اذا كان صناعيه ولا تجاريه، ممكن يعني توفر بيئه بتاعت تدريب جيده، انه تخلق بعض المهارات اللي تكلمنا عنها دي. وفي مؤسسات كثيره جامعيه اضطرت او يعني فكرت انها تبني مراكز تدريب عشان تبريد الجاب ده، يعني مراكز تدريب بيعملوها باشتراك مع بعض المؤسسات الكبيره، الشركات الكبيره، من ضمنها بيخلقوا للناس فرصه للوظائف، وايضا كمان بيخدوا الخريجين في بيئه بتاعت عمل تخليهم يقدروا يطوروا مهارات جديده. طيب المهارات المطلوبه للنجاح في المجال، اذا كان اللي هو مجال البنوك والتمويل، شنو المهارات المطلوبه؟ اول حاجه محتاجين لمهارات فنيه، اللي هي تكون عندك قدرات على التحليل المالي. كنا نقول تحليل مالي معناها انت بتعرف في انتوا درستوا في حاجه لها علاقه الريشيوز، اللي هي النسب الماليه، يعني المفروض انت تقدر من خلال النسب دي تقدر تطلع قرار، او اتليست تعمل توصيه يتعمل على يتبني عليها قرار. مثلا عندنا النقص في السيوله، لانه انت قريت النسبه بتاعت السيوله بالنسبه للارصده بتاعتك مثلا اقل من 1.5%، ده معناه انت وضعك صعب. وشنو طيب النتائج، يعني الخطوات اللي المفروض ناخذها عشان نقدر نحل مشكله السيوله؟ ده هنا بيجي دورك انت كمحلل مالي، بتعرف وين الموارد، وتعرف من وين تقدر تجيب الموارد، وكمان تكلفه الموارد كم، ده كله عباره عن قدرات ماليه تحليليه. ايضا المحاسبه، تقدر تعرف التاثير بتاع المعاملات اللي بتتم في المؤسسه، يعني لما تشتري اصل هل هو تاثيره بيكون زي لما تستهلك خدمه مثلا، يعني يعني كمصروف، يعني هل تاثير المصروفات مساوي لتاثير الاصول ولا لا؟ ايضا كيف تعمل جود بريزنتيشن او تعمل عرض جيد للمعاملات المحاسبيه حقتك بوفق المعايير الدوليه، اللي المحاسبه كده عندها معايير دوليه، المعايير الدوليه بقت مفروضه على كل الدول، بقت موجوده في كل الدول المتربعه. ليه؟ لان هي بيست براكتس، يعني هي افضل المعاملات اللي ممكن نقدم بها يعني تقاريرنا الماليه. بالتالي ده برضه دي برضه من المهارات الفنيه المطلوبه، ودي اتبنت لها شهادات كمان، وكذلك التحليل المالي عنده شهادات في المجال ده. اذا محتاجين نتعلم المهارات الفنيه المحاسبيه، اللي هي لها علاقه بالنظم والضوابط المحاسبيه العالميه والمحليه، لانه ما بنعرض ما بنعرض التقارير الماليه بتاعتنا حسب رغبتنا، لا، دي حسب رغبات الجهات المنظمه للعمل في الدوله، اذا كان الضرائب ولا اذا كان البنك المركزي ولا اي جهه حكوميه ثانيه لها علاقه بالمجال ده. ايضا الاستثمار عايز برضه مهارات فنيه، انت تقرا الفرص بتاعت لو انت عامل تمويل، نسب التعثر قدر شنو، دي بتعرفها من خلال التقرير المالي او التقارير الماليه حقت الزباين بتاعينك اللي بيقدموا لك طلبات للتمويل، لان تعرف تحلل الميزانيات حقتهم بطريقه جيده، وتحدد هل تقدر يعني انت تسيطر على هذه المخاطر الموجوده في التقارير الماليه، او تقدر تقللها، او تقدر ولا ما في طريقه ترفض الطلب، يعني تفتش تشوف الفرص وين وتشوف المخاطر وين، بعد ذلك تحاول توجد الوزنه اللي بتخليك تكون تتعامل مع الطلبات دي باقل المخاطر او بامان. ايضا اداره المخاطر برضو من الادارات المحتاجه لمعرفه فنيه كبيره جدا، ودي عندها شهاده برضو او زماله لها علاقه بشغل المخاطر، يعني كيف تقدر تايدنتيفاي الريسك، يعني تقدر تحلل الخطر نفسه، وبعدين تضع عليه الحلول، وبعد ذلك تعمل تيست للحل ذاته
ومن ثم اذا كان في لسه في خلل مستمر تعمل المعالجات اللي هي كوركتيف اكشنز يعني، وهكذا الدوره بتكون مستمره. انت دايما بتراقب النظم بتاعتك، وهل هي النظم فعاله في كبح المخاطر او في تقليل المخاطر ولا لا. كذلك التشريعات واللوائح الماليه اللي لها علاقه بالضرائب، وايضا لها علاقه بسياسات البنك المركزي او لها علاقه بالسياسات النقديه بتاعت الدوله. يعني مثلا في سياسات بيقول لك مثلا ما تدي تمويل اكثر من نسبه معينه من الودائع حقتك، ودي لو تجاوزتها هتدخل في مشكله انك تتعرض نفسك لغرامه ماليه. دي كلها ما بتلقاها في الجامعه، كلام اتكلمنا عنه ده كله ما بكون موجود في الدراسه بتاعت الجامعه، وبالتالي مهم جدا ان احنا نتعلمه بعد التخرج. المهارات الشخصيه انا قسمتهم لاثنين، مهارات شخصيه وفنيه. طيب المهارات الشخصيه ودي لها علاقه بالتواصل الفعال، والمقصود شنو بالتواصل الفعال؟ اللي هي الناس بتسمع عنها كوميونيكيشن سكيلز ان جنرال، لكن التواصل الفعال لما ناخده بتفاصيله انك عندك قدره على التفاوض، يعني تقدر تصل لاتفاق وتبني علاقه مع طرف من الاطراف اللي بتتعامل معاه في المؤسسه حقتك بدون ما تخسر اي حاجه او بدون ما باقل خسائر. اوكي، وكيف يكون عندك القدره على الاستماع الفعال؟ كيف تقدر تكون عندك قدره على التعبير بدقه وبدون تشدد او مرونه، بمرونه. وكذلك يكون الطرف الاخر يشعر بالارتياح، يشعر بالقبول، يشعر بالاهتمام. يعني ما يعني ما يحتمل مشاكل التواصل، مثلا انت تكون الكاستمر معاك، الزبون معاك، وانت شغال في الموبايل او شغال في الجهاز بتاعك بتمر فيه في قيود، حتى لو شغال في شغل ده ما تواصل فعال. لازم انت تدي كل انتباهك للزبون بتاعك اثناء ما هو بيشرح لك في مشكله او قدم لك في طلب لمعامله. وحتى لو انت مشغول ممكن تستمع او من البدايه تعتذر انه تدي وعد وقت معين انك انت بتفضل له، لما تفضل تفضل له بكامل حواسك وتستمع له وتنتبه له. وده بيجازات مجال بتاع الدراسات ومجال بتاع علم كبير جدا جدا، يعني مجال في المجال التواصل الفعال. يعني علم النفس قطع شوط كبير، كيف تتحكم في الغضب، كيف تتحكم في الاستفزاز، كيف تتحكم في الانفعالات حقتك كلها جنرال، كيف تتعامل مع الوضع الضاغط او ضغط العمل نفسه الاستريس، كيف تكون عندك التركيز العالي، كيف تكون عندك الثقه كونفيدنس. يعني انت برضه الحاجات المهمه في التواصل الفعال اذا كان عندك ثقه في نفسك برضه ما تقدر تتواصل بطريقه فعاله. يعني في اشياء كثيره ممكن نتكلم عنها، هذا مجال واسع يعني التواصل الفعال ده، وبقى مجال مهم جدا جدا، خاصه ان احنا بعد ما طلعنا من السودان ولقونا ناس يعني بتفوق علينا كثير من الجنسيات الاخرى في مجال التواصل الفعال، وبالتالي هم بيحصدوا الوظائف بطريقه يعني مذهله. ايضا التعاون، يعني احنا كسودانيين كرماء جدا جدا، وبنقدم يعني حاجات ما الناس الثانيه ما بيقدروا يقدموها، ولكن في نفس الوقت التعاون في شكل تيم، العمل كمجموعه كفريق، ده بينقصنا كثير. يعني ده عاوز مهارات كثيره، والعمل كفريق برضه محتاج من انك انت تكون عندك القدره انك تهوت نفسك في مكان الطرف الاخر، عندك قدره على النظره الكليه، انه اذا كان انت شغال في فريق في مشروع او فريق من ضمن المجموعه الموجوده في اداره واحده، كيف تقدر تكون فرد جيد في الفريق او عضو جيد في الفريق، تقدر تقدم الدعم المطلوب منك في الوقت المناسب دون الاخلال بوظائفك، وتقدر تتحمل المسؤوليه كفرد من افراد الجروب، وتقدر تبادر واشياء كثيره مطلوبه هنا في العمل كفريق. وده برضه بيبقى مجال علمي، الناس ما بياخدوا ساكت، مبني على معرفتك بافراد الفريق نفسهم، وفي تحليل لشخصيات الناس الموجودين في الفريق بتاعك ذاته، وكيف تتعامل معهم وكيف تقدم لهم الدعم. وفي واحد فيهم بيكون فيهم واحد زول طف او زول صعب، وفي زول مرن، وفي زول مجامل، وفي زول مرح، وفي زول انطوائي، كيف كلهم دول تقدر تتعامل معهم بمهارة وتؤدي أداء متميز أثناء يعني تعاملك مع هذا الفريق. وكذلك العقلية بتاعت حل المشكلات، واحدة من المهارات المهمة جدا جدا الشخصية.
في نمطين او في شخصيه، نمطين للشخصيه. اما انت بتنظر للكوب، الجزء المليان من الكوب او الجزء الفاضي من الكوب. يعني اما انت عندك فيكس مايند اللي هو العقل الثابت المتحجر، او عقليه منفتحه، عقليه متطوره. وكل واحد فيهم بدي توتالي يعني اتجاه مختلف، يعني ما بيتلاقوا. اوكي، يلا انت لو بتنظر للامور من اتجاه الكوب المليان، دائما بتشوف الحياه الايجابيه، ودائما بتبني على الايجابيات عشان تعالج المشاكل وتجد حلول للمشاكل. اما اذا كان بتنظر من الناحيه الثانيه فاضيه، ما بتشوف الا الحاجات النيجاتيف السلبيه، وما بتقدم اي حل، بالعكس تتعمق في تأزيم الموقف وتضخيم المشاكل، وبالتالي لحد ما شلون يسد الافق ما يكون ما في اي امل لحلول، وبالتالي بشكل عليك بريشر، ضغط عالي، وبخليك انك ما تقدر تأدي اي اداء، داك بكون دائما فيه مشاكل مع طرف الاخرين. بالتالي احنا عاوزين نتبنى عقليه بتاعت بروبلم سولفنج، اللي هو عقليه بتاعت انها قادره انها تحل المشاكل، ودي مطلوبه الليله في هي كل المؤسسات. بقول لك انا عاوزين زول يكون بروبلم سولفر، ما زال بروبلم ميكر، لانه العمل اصبح فيه تنافس عالي، والعمل اصبح فيه تحديات ومشاكل لها علاقه، اذا كان تقنيه، علاقه لانها الشبكات بتاعت العمل توسعت، الشغل بقى جلوبال، بالتالي الناس بقوا يعني محتاجين لعقليات منفتحه اكثر، وكذلك مرنه، دارين مرونه والتكيف. والمرونه والتكيف ده احد من الحاجات اللي الناس بتقول انا والله تلقى زول يقول لك انا بس بشتغل الحاجه دي لكن ما بقدر اشتغل الحاجه الثانيه. لا، انت لازم تتكيف مع كل الاوضاع، او تشتغل في ظرف معين، او في زمن معين، او مع كاستمر معين، ده كله بقى ما مطلوب. لازم تكون عندك القدره تؤدبت، يعني تقدر تتعامل مع كل الظروف باريحيه، وتكون هادي، وتكون متقبل، وتكون مبسوط، كل الكلام ده رغم التحديات اللي احنا حاليا بنمر بظرف صعب جدا جدا كلنا كسودانيين. وده اكثر حاجه مطلوب مننا في الوقت ده، عاوزين نكون عندنا قدره على التكيف، وعندنا مرونه، ما نرجع لورا ونعيش في الماضي وهكذا، طوالي نتعامل مع الواقع بتاعنا ونكون مرنين. ده مطلوب مننا برضه في الوظائف، نفس الكلام ده موجود في الوظائف. الذكاء العاطفي طبعا ده مهم جدا جدا، انك انت تتعامل مع كل وضع بطريقته، ما في حاجه يسموها one rule fit for all، يعني نظريه انك انت تتعامل بطريقه واحده مع الجميع او مع الكل، دي ما وارده خالص، بقت مع عمليه خالص. انت لازم تكون شنو؟ يكون عندك ذكاء في زول ما تشوفه تقدر تتعامل معه بطريقه او اسلوب اللي بيناسبه. في زول مثلا بيجيك عارفه عنده مشكله وهايج، هنا تعمل له كولينج داون، مش تهيج معه، او ما تدي اعتبار لحالته النفسيه دي، تتكلم معاه كانه زول عادي. وده واحد من الاشياء اللي بتخلق لك مشاكل او بتصعب لك الحلول. ايضا الذكاء العاطفي والاجتماعي مطلوب جدا جدا، تتعرف على شخصيات الناس بطريقه يعني أساسية. طيب نتكلم عن الشهادات المهنية اللي بتخلينا نبني، إذا كان كل المهارات دي أو جزء منها، إذا كان يعني مهارات فنية أو مهارات شخصية. طيب نتكلم عن شهادة مهمة جدا جدا اللي هو السي ام اي، سيرتيفايد مانجمنت اكاونتنت، ودي الناس بتفتكروا أنها هي فقط في مجال المحاسبة أو الحسابات أو كده. لا، هي مانجمنت اكاونتنت يعني في المجال الإداري بالدرجة الأولى. انت لما تكون انسان في الاداره فوق محتاج تعرف البالانس شيت حقتك او الميزانيه، الارقام اللي فيها دي معناها شنو، وتقرا منها قراءات كثيره، تتخذ منها قرارات، تتوسع، تنكمش، تبيع اصول، تشتري اصول، في ديون معينه متراكمه تتابعها، يعني تفتح فرع جديد، كل الكلام ده بيجي من الميزانيه دي، او الارباح والخسائر، او الكاش فلو بتاعك فيه مشاكل. انت كزول في الاداره فوق لازم يكون عندك يعني ليترسي، او عندك معرفه بالجوانب الماليه والمحاسبيه، وبالتالي واحده من الشهادات المهمه اللي بتديك يعني تختصر لك خبرات سنين طويله بانك تتمكن من معرفه البيانات دي وتحليلها واتخاذ قرار. شهاده السيرتيفايد مانجمنت اكاونتنت شهاده قيمه جدا جدا، و بتديك خبره على مستوى العالم، خبره عاليه، واللي هي بتصدر من انستيتيوت اوف مانجمنت اكاونتنت في امريكا. اي زول ممكن يعمل جوجلينج له ويشوف المؤسسه دي العنوان بتاعها، الحصول عليها سهل جدا جدا. هي امتحانها عنده 3 ويندو، اللي هو شهر 1 وشهر 2، شهر 3 ما في، 4 و5، شهر 6 ما في، 7 و8 وهكذا، يعني في شهرين مع بعض وشهر ما في.
تبدا من يناير فبراير وبعده ما في. طيب الامتحان لا، في مراكز امتحان كثيره موجوده في كل الدول اللي حولنا، ماده من جزئين، الجزء الاول والجزء الثاني. الجزء الثاني سهل جدا، اي جزء باص الجزء الاول، الجزء الثاني بيكون بالنسبه له عادي، حتى الناس ما بتدرس في مراكز تدريب، لكن في مراكز تدريب كثيره جدا جدا بتقدم الكورس التحضيري لهذه الشهاده. الشهاده الثانيه اللي هو سيرتيفيكيت فور دوكيومنتري كريدت سبيشاليست، وبرضه دي من الشهادات اللي انا شخصيا عملت لي قفزه كبيره وتغيير كبير في حياتي العمليه. دي شهاده برضه عالميه تصدر من لندن انستيتيوت اوف بانكينج اند فاينانس في لندن، بالتضامن مع انترناشونال فاينانشال سيرفيس اسوسيشن في امريكا، وفي نفس الوقت اندورس او موثقه من غرفه التجاره الدوليه اللي هو انترناشونال تشامبر اوف كوميرس في باريس. الشهاده دي بتديك كل المعرفه المطلوبه للعمل في مجال التجاره الخارجيه، واهميتها بتنبع من انه بتديك خبرات انت لو قعدت 10 15 سنه عشان حتى تجمعها، انت بتديك لها من البدايه، بيكون انت ملم بكل الجوانب المهمه في تنفيذ العمليات. انت immediately ممكن تمشي تقعد في الديسك بتاعك وتشتغل، بس بناء على هذه الشهادة بس تحتاج لتوجيهات بسيطة لها علاقة ببيئة العمل اللي انت قاعد فيه او مكان العمل اللي انت قاعد فيه، لكن تستطيع انك تفهم الترانزاكشن كله ما عدا يعني اشياء بسيطة انت محتاج لها، دي في زمن قصير يعني ممكن تكتسبها يعني. سيرتيفايد فاينانشال اناليست اللي هو سي اف اي، واحدة من الشهادات الراقية جدا جدا، والناس اللي بيشتغلوا او مجال التحليل المالي بالتحديد ديل بياخدوا مرتبات حتى عالية جدا جدا، ومطلوبين بكثافة يعني. شوية الشهادة دي المنهج بتاعها ضخم شوية، يمكن تحتاج لسنة عشان تقدر تدرس بس الماتيريال بتاعتها، يمكن فيها زي 12 مادة، ما زي السي دي سي اس او السيرتيفيكيت فور ذا كونتري سبيشاليست. دي عبارة عن امتحان واحد ومفتوح طول السنة وموجود في كل المراكز حول السودان، ولو تشتها يمكن محتاج لتحضير خمس من 4 شهور لست شهور تقدر تجهز يعني تجتاز الشهاده دي او تحقق الشهاده دي. السي ام اي في خلال سنه ممكن تمتحن التو بارس وتنجح فيهم يعني، اما دي اتليست دراسه سنه وتقدر لك زي سنه ونص كده عشان تقدر تجيب السي ام اي، لكن دي بتجيب حقها يعني في النهايه. حقيقه الشهاده مرموقه جدا جدا وراقيه. نتكلم عن الريسك، فاينانشال ريسك مانجمنت، تكلمنا عن اداره المخاطر بيل، وواحده من الشهادات المهمه جدا متخصصه في مجال المخاطر، وبرضه بتديك خبره بيست براكتس في مجال الريسك، يعني خبره تحتاج لسنين عشان تكوينها. ايضا سيرتيفيكيت فور تريجري بروفيشنال، دي برضه خاصه بمجال عمل الخزانه، تكلمنا عن اداره الحسابات مع البنوك المراسله، واداره سعر الصرف بالنسبه للعملات الاجنبيه، وده تخصص برضو من المتخصصات النادرة، وفيه شورت كبير جدا جدا أو نقص كبير جدا جدا في الكوادر بتاعته. سيرتيفايد انتي موني لاندرينج سبيشاليست كامس الاختصارا، دي برضو من الشهادات المانديتري او يعني عشان تشتغل في مجال الكومبلاينس او مجال الالتزام، ما بتبقى مدير الا يكون عندك الشهاده دي يعني، او مؤسسات كثيره تاخدها ماست يعني. ودي من المجالات المطلوبه ومرغوبه شديد جدا جدا في سوق العمل، لانها العمل او القسم نفسه كله عباره عن قسم مانديتري او قسم اجباري على كل مؤسسه تاخد يكون عندها قسم بتاع التزام او امتثال يسموه الاثنين. بالتالي هذه الشهاده برضه شهاده مهمه جدا جدا، وبيديك برضه خبرات سنين طويله انت لو قعدت في العمل عشان تجيبها. سيرتيفايد بروجكت مانجمنت اللي هو ده اخصائي اداره المشاريع بي ام بي، واحده من الشهادات المشهوره جدا جدا، من اوائل الشهادات المهنيه الناس تعرف عليها في السودان، انه مدير مشروع. ودي برضه بتديك ديبث اوف نوليدج، يعني عمق بتاع معرفه مهين ما سهل، واذا انت مهندس او اداري او ايا كان تخصصك الشهاده بتفيدك حتى على المستوى الشخصي، بتعلمك كيف
تقدر تنظم وتبرمج وتخط خطط بلان لحاجاتك، حتى لو لمواصفاتك الشخصيه، حتى لو لمناسبه بتاعت زواج. كويس، الشهاديه بتمكنك من انك تقدر تدير الموارد حقتك دي بطريقه منضبطه في زمن محدد بموارد محدده، وفي في خطه معينه يعني. شهاده البروفيشنال بزنس اناليست اللي هو بي بي اي، واحد من الشهادات برضو الجديده الراقيه جدا جدا، اخصائي تحليل الاعمال. دي مهمتهم انهم يطوروا المنتجات، يطوروا الاعمال، يعني قسم بتاع ابتكار، قسم بتاع تطوير وتحليل الاداء المؤسسه كلها ان جنرال ليس الافراد. بالتالي من الشهادات الراقيه ومهمه جدا. اخر حاجه نتكلم عن بروفيشنال ماركتنج ديجيتال كواليفيكيشن. زمانه التسويق هي عباره عن مراحل، انا اخذت منها اقل مرحله فيها اللي هي زماله التسويق اللي هي البروفيشنال ماركتنج ديجيتال كواليفيكيشن، وعندها 3 مستويات، واي واحده فيهم يعني قيمه جدا جدا. وبرضو التسويق اصبح صناعه مهمه جدا لاي منتج. انت لو كان بتنتج مهما كان جوده المنتج بتاعك، لو ما عندك ناس مسوقين شاطرين ما تستطيع انك تنجح. تقريبا دي الشهادات اللي انا افتكر انها مهمه لكل زول عشان يعمل في المجالات اللي قلناها قبل دي، مجال البنوك والتمويل. طيب الفوائد شنو الفوائد بتاع الشهادات؟ انا رغم اني طرقت على جزء منها، لكن الشهادات ان جنرال بتزيد من فرص العمل. يعني انت بقى المقدم هو نفسه بقى يعني يطلبه بكثافه، يعني بياخدها شرط في من شروط الليله. انا بعرف ناس كتار دخلوا المعاينات، لما دخل بيقول لنا احنا عملنا لك شورت ليست لانك انت قلت درست الشهاده دي او امتحنت واخذت الشهاده دي. وفي ناس كتار استبعدوا، بيقول لهم لانه احنا عاوزين زول يكون سيرتيفايد اذا كان في المجال المالي ولا الاداري ولا التسويق. بالتالي بقت واحده من الشروط المهمه جدا في الوظائف. وكذلك ليه؟ لانه بتخلي زول ينتقل من مستوى العمل كهاوي الى العمل كمحترف. ليه؟ لانه بتديك البيست براكتس على مستوى العالم. الشهادات المهنيه دي يعني اهم شيء فيها انها ما عندها علاقه او ما بتتاثر كبير، انت ما بتتاثر كثير بكنت شغال في هذه الحته، اذا كان مؤسسه كبيره ولا صغيره، في بلد النشاط بتاعه ضعيف ولا النشاط بتاعه كبير، اشتغلت كم سنه، يعني بتقلل الفجوه الكبيره بتاعت المهارات اللي بتكتسبها بالسنين او بتراكم بتاع خبرات او تراكم بتاع عمل. الشهاده تنقلك للمستوى الاحترافي طوالي اذا كان انت قدرت توظفها صحيح. وانا بقول الكلام ده بحذر، لانه الشهاده ما بتشتغل، اللي بيشتغل انت بتشتغل اللي هو انك تقدر تعكس كل القدرات والمعرفه الموجوده في الشهادات دي. الفرق بين الشهادات المهنيه والشهادات الاكاديميه، كل واحد طبعا له دوره براو، ما في واحد دوره اقل من الثاني، لكن الفرق في انه الشهاده المهنيه بتديك التطبيق، الجانب التطبيقي، يعني كانك انت تتعامل مع مانيوال. لما انت تشتري تليفون بتقوم تقرا السبيسيفيكيشنز، تقرا فيه المرشد بتاع التليفون ده، تقدر تفتح التطبيقات وتقدر تعمل له يعني اعداد وتنسيق وتعمل له سيتنج يعني. كذلك انت لما تقرا المانيوال او تقرا الشهاده المهنيه بتقدر طوالي تعرف كل البروسيس، تعرف كل مراحل التنفيذ ومراحل العمليات حقت المجال اللي انت اخذت فيه الشهاده. عشان كده بقت مرغوبه في سوق العمل. ايضا من فوائدها قلنا بتوفر معرفه متخصصه تقدم، وده احد الحاجات المهمه. انت هناك بتدرس دراسه جنرال اكثر من انها سبيسيفيك، يعني ما في زول بيدرس في الجامعه مثلا مثلا دراسه لها علاقه بخدمات العملاء مثلا بس، يعني بخلوك تتخصص في خدمات العملاء، او تتخصص مثلا في الخزانه، او تتخصص مثلا في الاعتمادات المستنديه بس، يعني بالعمق الكبير اللي بيخليك بعدين تكون عندك مهارات متقدمه. بالتالي التخصص بتاع الشهاده نفسه بيخليك عندك معرفه احترافيه، عشان كده بسموها المهنيه. الاعتراف الدولي، واحده من الحاجات المهمه اللي ادتها مصداقيه عاليه او كريديبيليتي عاليه
انه الشهادات دي اخذت اتراب دولي. ليه؟ لانه مؤسسات العمليات نفسها عندها سمعه كبيره جدا جدا، وتخصص ذاته في المجال، في المجال بتاعها. اذا كان مثلا غسيل الاموال بتعمل بتصدر الشهاده دي المؤسسه بتاعت المسؤوله من مراقبه غسيل الاموال وكده، يعني هي عندها هيستوري طويل في المجال ده. او لندن انستيتيوت اوف بانكينج برضه عندها تاريخ عريق في مجال الخدمات الماليه، وكان معاها الانترناشونال فاينانشال سيرفيس اسوسيشن، يعني اللي هو المؤسسه الخدمات الماليه العالميه الامريكيه دي. كلهم في بلدهم هم بيضعوا النظم والضوابط، وضعوا البيست براكتس بتاع المهنه اللي هم متخصصين فيها، وده بالتالي رفع المستوى زي ما قلت بتاع المعرفه الفردي بعد ده، يعني مو محتاج يشتغل معلش أستاذ بدر الدين، تقريبا نحن فقدنا الصوت، يعني لنا كده زي دقيقة ما سامع منك. كيف؟ أيوة كده رجع. طيب من وين كنت ما سامعني؟ الأواصل حوالي. من بداية السلايد دي، إذا عدت السلايد ده من البداية، سوق العمل فوائد داخل، لا فوائد الشهادات المهنية كان مسموع، بس سوق العمل أول ما بدأت فيه يعني. لي ما في صوت مرة تانية، تقريبا قطع. ما مسموع الصوت بالنسبة لنا. لسه في مشكلة في الصوت، لسه ما سمعت. طيب قلنا تحديات الموجودة في سوق العمل السوداني معروفة، هي نادي من الوضع الحالي القائم ده أدى لعدم استقرار اقتصادي وبطالة وكذا، لكن الفرص إن شاء الله حتكون متوفرة إذا كان تغير الوضع الحالي. عموما عشان نكون جاهزين للفرص دي لازم يكون عندنا يعني قدرات تكلمنا عنها فنية وشخصية، اللي هو يكون عندنا تأهيل مهني عالي. طيب
بالنسبه لسوق العمل خارج السودان اللي هو مهم جدا جدا، في حاجتين: التحديات والفرص. التحديات فيه من البدايه انا لاحظت يعني في الفتره اللي انا جيت فيها للامارات مثلا، وكنا عن سوق العمل في الامارات بالتحديد، في اشكاليه في السيره الذاتيه. السيره الذاتيه الكتابه بتاعتها لازم تتغير، ونكتب السيره الذاتيه حسب متطلبات الوظيفه اللي احنا عاوزين نقدم ليها، وكذلك نكتبه بطريقه مختلفه عن انه نكتب المهام حتى لو ما عندي خبره. برضه انا لازم ابرز المهارات التي بشكل او باخر، بتكون ملائمه للوظيفه اللي انا مسؤوليه. مهم جدا جدا نعمل ابديت للسيره الذاتيه ونكتبها حتى كمان في النظام بتاع التراكنج اللي هو الاوتوماتيك تراكنج سيستم. ده مهم جدا جدا لانه السيره الذاتيه الفلتر بتاع مرجع المالي والمرجع في امريكا الجنوبيه كمان امريكا السوفت وير اداري الاي تي اي ما قدرت الى حاجه ما بتشوف يعني ما بتصل مرحله انه بتشوفه يعني ممكن يحصل اخصاء من اول مره. وفعلا الناس بتعرف تغير السيره الذاتيه بتاعتها لانه السيستم ده بيتعامل مع كي يو اس يعني انت ده تقدم لوظيفه بتاعت كوربريت لازم يكون في مصطلحات في العمل بيها في الكوربريت تكون موجوده في السيره الذاتيه، هذا رايك تكون الشخص الملائم او في مجال الخزانه مثلا او فاينانشال انستتيوشن او في مجال ال خدمات العملاء كاستمر سيرفيس. لو ما كتبت كلمات في السي في بتاعتك لها علاقه بالوظيفه ما هيكون الفرصه يحصل لك على الاقل يعني شورت ليستنج او تكون في القائمه المطلوبه. اللغه واحده من العوامل المهمه جدا برضو، احنا الان في سوق عالمي ولازم يكون لغه واحده ما كفايه، لازم يكون عندك اكثر من لغه واحده عشان تقدر تنافس. بالتالي اللغه الانجليزيه بقت ما تعرف بقت عامل مهم جدا، وكمان هي مصدر اخر للمعرفه اللي هي كل المعارف المهمه في العالم وحتى التطور الكبير مصدر اللغه الانجليزيه. بالتالي اذا كان عندك مشكله في اللغه الانجليزيه لازم تعالجها عشان تقدر تمشي للشهادات المهنيه اللي تكلمنا عنها وتمشي لاذر كورسز موجوده في اليوتيوب موجوده في لينكدين. كورسات كثيره جدا جدا ما تدعمها باللغه الانجليزيه، وانا ما بعرف الترجمه دائما لانه الترجمه نفس المفهوم نفس المدى نفس التفكير المطلوب في اللغه الاساسيه يعني. بالتالي انت عارفها مستوى الذهن وعندك ممكن في حياتك الشخصيه ما تشتغل، لكن لازم في العمل انت مجبور تتعامل مع اللغه الانجليزيه مهارة ناعمه. وقلنا الانجليزيه معلش دكتور، بس الصوت ما واضح، مقطع شوية. اي مظبوط مشكلة. صوت كيف؟ كده رجع؟ أيوة كده واضح، شكرا. طيب تكلمنا عن اللغة الإنجليزية وقلنا ما ترف، وبعدين تكلمنا عن المهارات الناعمة وقلنا دي أساسية يا جماعة، لازم يكون عندنا قدرة على التعبير، قدرة على الظهور بطريقة مبهرة، قدرة على الإقناع، قدرة على التواصل، قدرة على الاستماع، قدرة على إظهار الاهتمام، قدرة على حل المشاكل، أشياء كثيرة لها علاقة بالسوفت سكيلز أنا محتاجين نتعلمها. والمنافسة لأنها عالية وبالتالي محتاجين نثبت فيها وجودنا. وناس كثار يعني تجاوزوا المرحلة دي فعلا، يعني قدروا يتعاملوا مع الوضع ده
وحقه بالنتائج. الناس ما يشوفوا الموضوع ده كبير يعني، الموضوع سهل سهل جدا. انت لو اجتهدت بتعمل، تقدر تبني قدرات في وقت قصير يعني. في مواد كثيره موجوده في النت في جوجل ده، تقدر يعني الكلام اللي انا اتكلمت عنه ده كله، المهارات اللي قلت هذه كلها موجوده في جوجل، ممكن تاخذ شورت كورسز، وكل هاي كورسات ما بتاخذ اسبوع 10 يوم 15 يوم، حتى في مراكز برضو بتاع التدريب بتقدم لك كورسات بتنمي المهارات دي. طيب الفرص حقيقه في وفره وتنوع في الوظائف وفي الشركات، اذا كان في البنوك والشركات حاليا. في انا اتكلم عن سوق الامارات، الناس كتار في الفتره الاخيره، في البدايه الناس فعلا عانت، لكن هسه الناس خلاص مجموعه، انا بعرف مجموعه كبيره من الناس اتعينوا في وظائف، ووظائف جيده جدا جدا، ووظائف كمان في تخصصاتهم ذاته. اذا كان في البنوك، انا بعرف اكثر من اربعه خمسه شخص مباشره من الناس اللي انا دربتهم وكذا دخلوا في البنوك، ودخلوا في المجال بتاعهم ذاته، وعدد كثير من الناس الثانيين برضه اتيحت لهم الفرص يعني. اي زول قدر يعني يثبت نفسه في المعينه بيقدر بياخذوه طوالي. ايضا الفرص ممكن نعظمها ونكبرها من المواقع الالكترونيه، اللي في مواقع ال بتقدم خدمات التوظيف، ودي مهم جدا جدا يكون عندك فيها بروفايل او عندك فيها ملف، ملفك الشخصي ده لازم يكون معمول بمواصفات جيده تعكس قدراتك تعكس مهاراتك، ويكون فيها عرض جيد لك انت لخبراتك ومهاراتك. دي برضه بتساعد كثير في ايجاد الوظائف. وكذلك انا بنصح بالنتورك يعني، لازم مهما كان انت محبط من بعض الردود اللي بتجيك من الناس اللي في النتورك حقينك، ستيل ما معروف الخير وين يعني، ستيل انت حافظ على النتورك دي يعني. بيجي اللحظه، انا بعرف ناس كتار توظفوا من خلال انه في دول كلفوه انه شوف لنا موظف زيك، واشوف لنا موظف بتعرفه، وفعلا تم توظيفهم. يلا ما تهمل النتورك حقتك، وكذلك اتعمق في التواصل مع الشبكات الموجوده في لينكدين، الناس اللي في مجالك يعني. حاول عمل اصدقاء وفريندز، وتكون متواجد في الاريا بتاعت التخصص بتاعك. الكورسات التدريبيه مهمه جدا جدا، في ناس كتار يعني مثلا دخلوا المعاينه قال لهم انت بتعرف اكسل؟ قال ما بعرف اكسل، بالتالي مشوا عملوا كورسات اكسل، وبعد ذلك قدروا يجدوا فرص عمل. في كثير من الوظائف بتحتاج لكورسات متخصصه معينه، لازم انت تكون اخذت الكورس بتاعها، ودي بتزيد لك الفرصه بتاعت انك تنافس. وممكن تشتغل كمدرب برضه، ما تضيع الزمن انت قاعد يعني، انك تكون مدرب لو عندك الامكانيه تمشي، وزاده التدريب بتاعك مدفوع القيمه، او عندك امكانيه تقدر تمشي وتجي يعني تتحمل مصروفاتك الشخصيه، افتكر افضل من قعد في البيت. التدريب بيكسبك معارف جديده، تقدر تعرف او تتعرف على الوظيفه دي نفسها في سوق عمل جديد، وكذلك تقدر تتواصل مع ناس انت ما بتقدر تتواصل معاهم لما تكون موجود في البيت، وممكن يخلق لك فرص الكلام ده كله يعني. او تشتغل كمتطوع، احيانا يعني كثير بتكون في فرص بتاع التطوع بينتج عنها وظائف، او تتحول من متطوع لموظف. بالتالي افتكر انه عندنا تشانسز كثيره لو استغليناها نقدر نحسن من الفرص بتاعتنا. طيب في كورسات مهمة جدا محتاجين، أو برامج وتطبيقات مهمة محتاجين نكون عندنا دي جنرال يعني، بنكون من غير أي تخصص وأيا كان نوع مجالك أنت عاوز تشتغل فيه، لازم يكون عندك الإكسل. الإكسل بقى زمان كان وصل مرحلة أن خلاص الناس فقدوا الرغبة فيه، لكن الإكسل الجديد ده حاليا بقى برنامج قائم بذاته يعني، بقى برنامج مساعد ومكمل لأي برنامج آخر، حتى لو كان فيه أوتوميشن يعني. الاكسل نفسه بقى فيه اوتوميشن، بقى فيه فيه قدرات رهيبه، خاصه الاكسل وكمان الباوربوينت ديل بقوا مطلوبين بصفه كبيره جدا جدا، حتى على المستوى الشخصي بيفيدوك يعني، لازم تكون عندك شهاده او اخذت كورس بتاع الاكسل ده مهم جدا. الباوربوينت تكلمنا عنه، وده ده برنامج بتاع تحاليل وتقارير ماليه، لكن ما ضروري يكون ماليه، ده حتى تقرير الطقس بقى يتعمل بالبرنامج بتاع الباوربوينت. وبرنامج ما محتاج لزول يكون عنده اي تي او معرفه بالمجال الكمبيوتر بطريقه عميقه يعني او متخصصه. انت تديه داتا عشوائيه او بيانات عشوائيه، طلع منها تقرير محترف يعني، تقرير بالالوان وبالاشكال، ولدرجه انه ممكن يكون تربط البيانات اللي فيه بالمواقع الجغرافيه المعينه يعني. ممكن تبدا يعني انه يعني انت ممكن تتعامل مع عدد من الزباين بيشتروا منك، اللي هو مثلا زبائنك موردين او مشترين منك، انت مثلا تتعامل في مجال مثلا بيع الزيوت مثلا السيارات،
كويس، عندك عدد من الكاستمر بيشتري منك، اي زول في منطقه جغرافيه معينه، انت ممكن تربط التقرير بتاعك ده بمواقع الجغرافيه، وتقدر تتنبأ بال الكميات اللي ممكن يشتريها منك، وتقدر تتنبأ ب تزيد منه كيف تزيد المبيعات حقتك معاهم وكده، يعني في النهايه مفيده جدا جدا. ايضا الذكاء الاصطناعي، وده واحد من الطفرات اللي حصلت خلال سنتين، يعني قبل اكثر من سنتين ما كان موجود، لكن حاليا خلال سنتين الموضوع ده اللي حصل تطور كبير جدا جدا في الذكاء الاصطناعي، وده بيستخدم مش في التنبؤ بالتقارير الماليه والمخاطر وكده، بس بقى حتى في المكاتبات والمراسلات اليوميه بقى مفيد جدا جدا، في التحضير للاجتماعات وكتابه المينتس، وكذلك في الايميلات وفي اعداد الميزانيات، وحتى في اعداد الخطط الاستراتيجيه، وفي اعداد خطط التسويق، وبقى مهم جدا جدا في كل الجوانب، يعني اللي دخل خلاص الذكاء الاصطناعي ده بقى اساسي. والناس طبعا عندهم تخوف انه الذكاء الاصطناعي هيحل الوظائف محل الناس، يعني محل البشر، لا لا يستطيع انه يحل محل البشر حتى الان، لكن الذكاء الاصطناعي يمكن توظيفه بطريقه تزيد من قدرات البشر. بالتالي انت بدل كنت بتشتغل الحاجه في 3 ساعات، الذكاء الاصطناعي بيقلل لك لساعه او ل 10 دقائق مرات، حسب طريقه. طبعا الذكاء الاصطناعي نفسه عاوز مهاره عشان تستغله، لانه ممكن يكون برضه زي زول تديه سلاح ما بيعرف يضرب، يعني ما يقدر يشتغله. انت برضه محتاج لتطوير مهارات كيف تستفيد من الذكاء الاصطناعي، وكيف تكتب البرومبت او تكتب النص اللي بيخليه مثلا يطلع لك صوره، او يطلع لك ايميل بطريقه جذابه، او يرد لك رد معين يخليك يعني تصل للهدف بتاعك، وهكذا. مهارات التفاوض، ودي جزء من المهارات بتاعت النهضه الناعمه، وده عن تجربه انا جربته مع عدد كبير من الناس. صراحه أنا محتاجين له كسودانيين، ان احنا عندنا اشكاليه موروثه كالتشرال وايز، انه نفسنا ضيق في التفاوض، نفسنا ضيق في حل مشاكلنا عبر التفاوض، او حتى في التخاطب، او حتى انا شفتها في الانترفيوهات. يعني انا بعرف كم زول استفزهم بس استفزاز داخل الانترفيو، خسروا الانترفيو رغم انه ادائهم الفني كان ممتاز. بالتالي احنا دارين ننمي قدرات ومهارات بتاع التفاوض تخلينا نكون امبرسيف، يعني نكون ناس نبهر الطرف الاخر، نقدر نصل نوصله لطريقه بتاعت نقنعه يعني بمهاراتنا بحاجاتنا، نقدر نوصل الرساله بتاعتنا بطريقه سليمه بلغه سليمه وفي زمن كويس، نقدر اهم شيء نقدر نحافظ على اعصابنا او المشاعر او العواطف حقتنا. نحن يعني شخصيتنا عاطفيه شديد، بالتالي لو ما قدرنا نسيطر على اعصابنا على عواطفنا بنفقد اشياء كثيره مهمه بالنسبه لنا. برضو مهارات التفاوض تساعدك في انك انت تكون مرن، تكون تقدر تتكيف مع اجواء التفاوض او اجواء الانترفيو، وتخليك ايضا في جو العمل والتعاون كتيم. كل التفاوض بعلمك الحياه دي، التفاوض ما اصبح يعني فقط في البيع والشراء، لا انت بقى بيتعلق بكل ممارساتك اليوميه وسلوكك الشخصي. مهارة التفاوض تساعدك في انك تقدر تخليك تبني علاقات متوازنة مع فريق العمل، مع اصحابك، مع اسرتك، مع الزباين، مع الزملاء في العمل، ودي الاشياء اللي بتخليك تمشي لقدام. دي كلهم عوامل من حولك اما تساعدك انك تنجح او تفشل. بالتالي من المهارات الاساسية والمهمة زي الاكسل، زي الذكاء الصناعي، زي الباوربوينت. بهذا قد وصلنا إلى ختام البرزنتيشن بتاعنا، وأتمنى أن نكون قدمنا لكم معلومات جيدة ومفيدة، وكونوا وفقنا في اختيارنا لهذه الموضوعات. شكرا جزيلا أستاذ بدر الدين، والمحاضرة كانت ممتعة جدا للغاية، وأعتقد أنه أكيد كانت مفيدة بالنسبة للشباب والشابات الموجودين معنا. في أسئلة موجودة كانت في الشات بوكس من يعني أثناء المحاضرة، فأنا هأطرحها عليك هسي حاليا
جدا. وبرضو شباب وشابات إذا في أي زول عنده سؤال رجاء اكتبوه لنا عشان نحاول إنه نغطي كل الأسئلة. طيب، جدا. أول سؤال متعلق بإذا شخص متخرج من تخصص بنوك وتمويل، يعني البكالوريوس لبنوك وتمويل، ممكن يشتغل في المؤسسات المالية، ممكن يشتغل في يعني مختلف الشركات بأنواع المختلفة، ولا دي حاجة ممكن يعني تخلي إنه يكون في محدودية في الفرص بتاعة العمل بالنسبة له؟ طيب بالنسبه لخريجين قسم البنوك والتمويل، يعني انا قبل استعرضت البنك ذاته جواه فيه مسار من المسارات. انت كخريج بنوك وتمويل ممكن تشتغل في الكاستمر سيرفيس، خدمات العملاء، وممكن تشتغل في قسم تمويل المؤسسات الكبرى او قسم تمويل الافراد. اما بالنسبه لوظائف كثيره ما عاوزه تخصص، اذا كان انت خريج محاسبه، مخرج بنوك وتمويل، خريج اقتصاد علوم اداريه، ممكن تشتغل في اداره التدريب، ممكن تشتغل في اداره شؤون الافراد، ممكن تشتغل في اداره المؤسسات الماليه. في كثير من الوظائف ما عندها دراسه معينه متخصصه فيها، ما عدا في وظائف يس بتحتاج لدراسه متخصصه. لكن حتى انا بعرف ناس في معانا اساتذه بيدرسوا سي ام اي وهم خريجين ميكانيكال انجينير. واحدة من الحاجات المهمة قلنا how to adapt، كيف انت تتكيف وتكون تتأقلم مع الوظيفة، ده اللي بنجحك. بس كتار جدا الباك جراوند بتاعهم مختلف. انا بعرف واحدة برضه ماسكة من الناس الاكسلنت في مجال السويفت، وهي خريجة بيطرة وشغالة في بنك. نعم. اذا المجال بتاعك ده اللي هو، شوف الدراسة الجامعية دي كلها دراسة بتديك جنرال نوليدج، انت بعد ده بدأت يعني تتخصص، محتاج انك تعمل السكيلز حقت الجوب اللي انت ماشي لها. أوكي، تمام، شكرا. You can طيب shift career يعني. واصل، تفضل. لا قلت بس ممكن تعمل shift في الكارير بتاعك. انت لو لقيت نفسك مجال الدراسات المالية ده. معلش أستاذ بدر الدين، برضو الصوت تقريبا بقى شوية بيقطع أو ما موجود أصلا تماما. إذا رجع الصوت. أيوة، طيب إذا قلنا ممكن نقول أعمل كارير شيفت، يعني تبدأ تعمل كارير شيفت. أوكي. طيب، برضو ذكرت إنه في مهارات تقنية مهمة جدا، زي مثلا التحليل المالي وإدارة المخاطر وكذا، ف يعني المصادر اللي ممكن من خلالها يقدروا الشباب إنهم يطوروا مهاراتهم في الاتجاهات بتاعة التحليل المالي أو إدارة المخاطر أو كذا، في أي مقترحات من جانبك من كيفية تعلم المهارات دي أو كيفية يعني تشاربن المهارات دي؟ طيب في طريقتين، اما اخذ شورت كورسز اللي هي كورسات قصيره تمكنك من بناء المعرفه في المجال ده، اللي هي في دورات تدريب تحليل مالي كلها 3 اسابيع ممكن تاهلك لانك تبدا الكارير تبعك. وفي اللونج ران او في المدى البعيد تمشي باتجاه انك لما تعمل العماله بتاعت السي ام اي المحاسبه الاداري، او تعمل سي اف اي واللي هي طبعا الشهاده المتفقه في المجال التحليل المالي. طبعا بالاضافه إيه. انك تقدر الباور بي اي اللي بتاع الدكتور، انك تقدر اذا كان عملت كورس قصير بتاع تحليل مالي تضيف له اكسل او باور بي اي، اذا كنت ريدي تو تيك immediately any job بتاع الفاينانس اصلا من البدايه، يعني اللي بالبدايه يعني. يعني في الأجل القصير الدورات التدريبية، في الأجل الطويل الشهادات المهنية، بالإضافة للسوفت ويرز المختلفة اللي هي ممكن تساعد في المسألة دي زي الإكسل وغيرها. طيب، انا اتكلمت كتير. ذكرتها لاجل طويل وقصير فقط للظروف الماليه، اما اذا كانت عندك ظروف ماليه جيده متاحه ابدا طوال الشهادات الجاريه. المهنية
تمام مفهوم. ذكرت كثير جدا برضو أهمية المهارات الناعمة soft skills والمهارات الشخصية، ففي سؤال حول إنه دي حاجة الإنسان ممكن يتعلمها ولا لازم يكون موجود في السيناريو المعين، يعني لازم يشتغل عشان يقدر يطور مهاراته المتعلقة بال soft skills أو الحاجات المتعلقة بال communication مثلا وال teamwork والحاجات دي، واللي في إمكانية إنه to learn حتى ال soft skills. طيب انا اسالك عن الشق الاول، انه في ناس تكون موجودين عندهم مهارات يعني في في الدي ان اي بتاعهم، الشخصيه بتاعتهم، أمم وهي ما قلل من اهميتها، لكن محتاجه لصبر. يعني انت لو بتمارس المهاره دي لكن بدون دراسه، بدون مراجع علمية، بتكون عندك مشكلة بعدين في ما تقدر تتحكم في النتائج، لأنك بتصيح بالخطة وتفشل بالخطة. أما إذا كانت غلطها أو بدون ما عنده خالص برضه وطور المهارات دي عن طريق المواد العلمية، هنا بيكون النتائج محسوبة ومدروسة ومعروفة. ليه؟ لأن يا جماعة المهارات دي كلها نزلت من ناس خلقوا يعني ثورة في بلادهم أو خلقوا طفرة في حياتهم. يعني احنا بنتكلم عن ناس بمستوى نيلسون مانديلا، بنتكلم عن ناس بمستوى غاندي، بنتكلم عن ناس بمستوى ناس اداروا دول المستوى دي، وبما شاف المهارات شنو بتجمعهم وخلتهم يكونوا مؤثرين في دولتهم او واجهوا مشاكل صعبه جدا وحطوها يلا قاموا حطوها في المنهج. اذا كان منهج بتاع تفاوض او منهج بتاع قيادات اداريه او منهج بتاع سلوك شخصي، بيتميز بانه عنده قدره على التفاهم، قدره على التواصل، قدره على حل المشاكل، قدره على التحكم في اعصابه، قدره على كل الكلام ده موجود في مناهج. اذا كان بتاعت مهارات تواصل او مهارات تفاوض او كورسات لا علاقه، حتى لو توصل لمرحله الكورسات كل شهر ممكن ساعات معينه، كورس في مجال كيف تطور الثقه في نفسك، كيف تزيد التركيز بتاعك، مثلا كيف حتى احنا المشكله كلنا يعني المشكله في الاجتماع، كيف يكون عندك تواصل اجتماع مع يا جماعه، ان تقعد تعاين لزوج اثنين وخمسه، لا ما ينصاب. الاجتماع انشطه، ايش عباره عن عقد انشطه ممارسه اثناء الكلام، يعني انت تتكلم معي في اللي مثلا قلت كذا كذا كذا، وممكن توضح لنا اكثر الاجتماع، لانه تعال تعمق الفهم بتاعك. القصد الاجتماع انه تفهم ايش الاجتماع، انك تنصت. بالتالي انت اثناء ما الشخص الاخر بيتكلم ممكن تساله نفس الموضوع، مش تقاطعه في الفكره، لكن تواصل معه في نفس الفكره، تخرج شنو بالكلام ده؟ يعني تخرج شنو بالمهارات الناعمه؟ ده اللي علينا اكثر في المهارات الناعمه، الاستماع. اذا احنا محتاجين نتعلم الاستماع ده، لانه في عارفين الانشطه بتخلينا نكون اننا فهم جيد للكلام للمتحدث، يعني نقدر نرد يكون جيد، خاصه في الانترفيو مرات الناس ما بتستمع كويس، نقدر نستفاد بعيد عن السؤال. اوكي هدف السؤال انت ما فهمت كويس، ليه؟ لانه ما له سؤال مباشر، يعرف مثلا هل عندك وتحمل المحرك والتحمل او يتحمل الاهتزاز ولا لا، وبالتالي ممكن تجاوب بانفعال لانك انت اخذت الموضوع ببساطه شديده، ما استمعت بطريقه جيده، عرفت الهدف من السؤال. اذا احنا محتاجين لتطوير المهارات دي كويس، عندنا اوريدي لكن ما مذكوره بطريقه علميه، او ما عندنا فرصه جميله جدا نتعلمها. اعمل بحث في جوجل اي نوع من الاشياء انت بتعاني منها او شعرت ولا عندك مشكله فيها، ما بتستمع جيد، ما بتقدر تعبر، تخيل ما عندك سته، ونتعامل تحت الحاجه دي ولا في المجال ده. بالتالي في كميه من الشورت كورسز في المجال ده، اي في مراكز تدريب كثيره بتقدر برضه الدعم والنصح يعني في المجال. أوكي مشكور. يعني ممكن تكون في أشخاص موجود عندهم أصلاً المهارات دي بصورة جيدة كطبيعة وكشخصية، لكن ده ما بيمنع إنه يكون في إمكانية لتطويره من خلال الدورات التدريبية أو الشخص يقرب نفسه أو كده. وطبعاً لأهمية المهارات الناعمة والصفات الشخصية، إحنا ضمن برنامج لينك المحاضرة الأخيرة الورشة الأخيرة حتكون أصلاً عن المهارات الناعمة والذكاء العاطفي بإذن الله. طيب في كم سؤال عن السي ام اي، لكن انا اعتقد انه المعلومات اللي بتسالوا عنها ممكن تجوجلت، يعني مثلا حول التكلفه وكذا، واحنا ان شاء الله اصلا بكره محاضرتنا اصلا عن المحاسبه، فحيكون اساسا في كلام كثير عن السي ام اي، وحيكون في ردود اكيد ليها.
في كم سؤال حول إنه بعد التخرج، يعني لا سيما مثلا في الوقت الحالي نسبة الظروف في السودان وكذا، مثلا الأشخاص ما لقوا وظائف، هل يتوجهوا نحو الدراسات العليا ولا يتوجهوا نحو لا سيما في مجال البنوك والتمويل، يتوجهوا نحو الحياة العملية، يعني اجتهدوا أكثر في اتجاه لا سيما مع الأوضاع الموجودة حاليا؟ طبعا هي حاجة كونتكست يعني سبيسيفيك، لكن يعني من وجهة نظرك بتنصح بشنو؟ طيب بس مثلا انا بتاع في يعني التعليم هو المهارات الاساسيه في الجسم الكلتين، بتاع المهارات النظريه ولا المهارات العمليه؟ طيب ان وقتها تشتغل في مجال مثلا الاكاديمي البحثي، المجال التدريب، يعني مجال الاكاديمي جنرال، تاخذ تمشي في اتجاه بتاع تحضير الشهادات العليا اللي هي مثلا الماجستير والدكتوراه وكذا. اما اذا كان نتكلم عن سوق العمل هو في مجالات التجاره ومجال الخدمات، هذا محتاج مهارات عمليه اكثر. بالتالي انا ما اصنع بالمهارات المهنيه، انا عملت الماجستير لكن قد يكون الشهادتين المهنيه اكبر من الماجستير البشري. وبالتالي لو عملت شهاده عليا في التفاوض برضه ادبياتي اعلى من الماجستير بتاعي. كويس. وكذلك عملت كورس صغير في الإدارة، فهذه برضه كثير. بالتالي إذا لازم مجال العمل هو ما مطلوب ليك إنك تعمل عندك بي إتش دي ولا عندك ماستر، مطلوب ليك إنت عندك إنك تقدر يعني تقدمه لنا في المجال العملي ده. لأنه الإدارة دي متخصصة، هي متخصصة عشان كده تملك قدرات تحديدية، يعني هي ممكن البي إتش دي تفيدك في المجال المهني، تقدر تتعلم الحاجات اللي عملوها الناس في شهادات حتى لو عندك بي اتش دي. انا نزلتهم على يوتيوب كده انهم بي اتش دي. هو تقريبا هو الصوت ما واضح، او الشباب بيعلقوا في الكومنتس، أنا بحاول أسمع وأحاول أردد الإجابة يعني بعدك. طيب ممكن نقول إنه بالنسبة لسؤال الماستر ولا الوظيفة، ده بيعتمد على الهدف بتاع الشخص نفسه. إذا عاوزين تمشوا في المجال الأكاديمي، في مجال الريسيرش وكده، الماستر ممكن يكون مهم أو أهم بالنسبة لكم. أما إذا كان هدفكم إنه تواصلوا في الاندستري أو في الشغل بروفيشنال بعيد عن الريسيرش والأكاديمية، ممكن يكون التوجه نحو الوظيفة يعني الأسلم، على حسب ما يسعى الشخص يعني إليه بصورة أساسية. طيب يس في أسئلة كمان عن أشياء متعلقة بالذكاء العاطفي ومتعلقة بأشياء حنغطيها إن شاء الله لقدام في محاضرات جاية. اوكي طيب في سؤال عن دور إدارة العمليات المركزية في البنوك، اها ما هو دور إدارة العمليات المركزية في البنوك؟ سؤال جيد جدا، اشكر السائل يعني ما قد رجع لانه اسئله بقت كثيره. الاداره العمليات المركزيه دي من الادارات اللي برضه تعتبر التقسيم الحديث للبنوك، زمان ما كان في اداره العمليات المركزيه اللي هي متعلقه بيسموه الباك اوفيس، اللي هو ديل الطلبات لما تتصدر بعد الابروفال تمشي للتنفيذ، ديل اللي بنفذه العمليات المصرفيه في السيستم، اذا كان تمويل، اذا كان اعتمادات، اذا كان شيكات تتورد تتعمل لها تحصيل عبر المغاصم المركزيه وهكذا. البنوك استفادت من الشبكات نتورك، وبالتالي بيكون عندهم اداره مركزيه، كل الشغل حق البنك بنفذ من خلال الاداره دي، لانه التكنولوجيا وفرت الحكايه دي وسهلتها. يعني حتى الدوكيومنتس بكت ما بتجي اوريجينال كوبيز، الفريق بيستلم الشيك ويقول لك بيمسحوا الشيك في الماشين عندهم في الفريق، بتظهر لناس الرئاسه، ناس الرئاسه في العمليات المركزيه بيستجيبوا للمعامله دي، بيمشوها عشان الشيك يمشي ينسحب من حساب الشخص اللي كتبه في بنك اخر، والرد بيجي من البنك الاخر عبر الاداره المركزيه. اذا هم دورهم الاساسي ان بينفذوا كل المعاملات والعمليات المصرفيه داخل البنك من ناحيه فنيه في السيستم. يعني صوت واضح زين. أيوة واضح.
طيب في سؤال عن إنه إذا شخص شغال في مجال اللوجيستكس والتخليص وعمل الشهادة بتاعت CDCS، هل ممكن يشتغل بالشهادة دي في البنوك في مجالات البنوك؟ ديفينتلي السي دي سي اس هي واحده من المناطق او اهم المهام اللي بتاديها انك بتديك فرصه تشتغل في اذا كان في العمليات المركزيه بتاعت قبل شويه تكلمنا عنها او في مجال الكوربريت حتى خدمات العملاء عملاء الشركات الكبيره دي من ناحيه وايضا في شركات التصدير والاستيراد برضه بتديك فرصة كبيرة جدا جدا انك تدير العمليات بتاعت التصدير والاستيراد بكفاءة عالية. وانا بفتكر السي دي سي اس هي ليست في يعني من ناحية فنية فقط بتأهلك للعمل في المجال ده، ايضا بتخليك انت تبقى يعني من ناحية إدارية يكون عندك قدرات إدارية جيدة، تحتاج بس تقوية بشوية مهارات ناعمة في التفاوض والتواصل وكده، تستطيع انك تبقى يعني تمثل الشركة بتاعتك في جوانب كثيرة من ضمنها أمشي تعاقد صفقات مع مؤسسات مالية أو مع موردين أو مصدرين أو تبني علاقات مع مؤسسات مصرفية ومالية أو حتى تمثل في منابر إذا كان لها علاقة بالعلاقات الدولية يعني بين مؤسستك والمؤسسات الخارجية وهكذا. هي بتفتح لك أفق كبير. حتى انا معي واحد من اخر قبل فتره كان واحد معلق هو عباره عن خريج ميكانيكا واصبح حاليا يعني بيعمل في مجال البريكورمنت المشتريات، يعني غير المجال بتاعه من الميكانيكا الى المشتريات. وفي ناس كتار درسوا معي من الكيمستري ومجالات ما عندها علاقه بالبانكينج حتى، وقدروا يشتغلوا في مجال التجاره الخارجيه، لان التجاره الخارجيه دي مربوطه بكل يعني احنا حنستورد ماشينز ونستورد مثلا برودكتس وكوموديتيز وحاجات زي دي. في النهايه هي بتفيدك في اي معاملات لها علاقه بالتجاره الخارجيه. تمام، مفهوم تماما. شكرا جزيلا أستاذ بدر الدين، أعتقد إنه هي دي الأسئلة حتى الآن. في أسئلة تانية أنا جاوبت عليها مباشرة يعني في الشات نفسه، لأنه أنت كنت ذكرت أصلا الإجابات أثناء المحاضرة. ورشة قيمة جدا وأكيد حتكون مفيدة جدا للشباب والشابات الموجودين معانا، وشكرا لك على زمنك وكتر خيرك. وفي مجموعة من شوف الشباب برضو، ما عارفة إذا أنت شايف الشات بوكس ولا لا، بيشكروا فيك كثير على المعلومات وعلى المحاضرة وعلى وقتك. والله انا اشكرهم، انا مر علي محمد تايدين بقى عرفته، وفي مجموعه من الناس وما محمد كلكم اشكركم، والذين ما استطعت عنه لانه هاخذ وقت طويل عشان اقدر امر على كل الاسامي، لكن انا سعيد سعيد جدا جدا ليتر اون ان شاء الله حتى انا هشوف الليسته دي. وأشكر كل الحضور الموجودين الذين يعني تمكنت من معرفتهم والذين لم أتمكن من معرفتهم. أنا كلكم سعيد بكم وأتشرف بوجودكم معي الليلة، وأتمنى أن أكون مضيعة زمنكم وقدمت لكم حاجة تفيدكم. واستيل أنا كل الكونتاكت بتاعتي معاكم هنا، لو أي زول محتاج لأي استشارة وأي خدمة نحن مستعدين في مجال دي رسالتنا، نحن رسالتنا نحاول بقدر الإمكان نخلق مهارات، نخلق كوادر سودانية متميزة. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا، واحنا الأسعد كنا بوجودك معنا، وشكرا لكم جميعا، وإلى اللقاء، مع السلامة. يا سلام.